اليوم راح نشرح لكم عملية البذور في الصوف الصخري. بنحتاج صينية التشتيل، مكعبات الصوف الصخري، غطاء الصينية، هيتنج مات أو حصيرة التدفئة، محلول خافض الحموضة أو الـ pH down solution، جهاز قياس الحموضة، بذورنا اللي نبي نزرعها، كمية من الماء. نحط الصوف الصخري في الصينية، نبتدي نجهز الماء من خلال تخفيض حموضته، بنقيس الحموضة في الماء، بنضيف محلول الـ pH down، بنخلط الماء، بنرد نقيس الحموضة. النسبة المطلوبة للحموضة هي 5.4. بعدها نضيف الماء في الصينية، بنخلي الماء لمدة 2 إلى 4 ساعات. بنفرغ الماء من الصينية، لكن أهم شيء يكون الصوف الصخري رطب والماء في الصينية ما يكون موجود. بنضيف البذور، إذا البذور كانت كبيرة بنخلي بذرة واحدة في كل مكعب، وإذا البذور كانت صغيرة ممكن نخلي 3 إلى 4 بذرات. نغطي الصينية بالغطاء، نضع الصينية على الهيتنج مات ونشغل الهيتنج مات. كذي احنا كملنا عملية وضع البذور في الصوف الصخري. في الفيديو القادم بنراويكم طريقة العناية فيها، وإذا عندكم أي أسئلة كتبوها تحت في التعليقات.